أشف اليوم وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد الباقي بن زيان بكلية العلوم الطبية بالعاصمة على إشغال الندوة الوطنية للجامعات بحضور رؤساء المؤسسات الجامعية والخدماتية. الندوة عرفت عرض المحاور الكبرى ذات الأولوية لمخطط عمل القطاع خلال الدخول الجامعي القادم. يأتي انعقاد هذه الندوة بعد انعقاد الندوات الجهوية للجامعات لكل من الشرق والوسط والغرب، والتي تم التطرق فيها إلى تقييم إنهاء السنة الجامعية 2020-2021 وتجربة التعليم الهجين بين التعليم الحضوري وعن بعد، وكذا الاستماع للانشغالات والمسائل المتعلقة بالسير الحسن للمؤسسات الجامعية، والتي أفرزت مجموعة من الأفكار والمقترحات سيتم التكفل بها من أجل تجاوز كل